نشوفوا الأخت مريم اللي كتصل بينا من المنطقة ديال مكناس. السلام عليكم أخت مريم. سلام أخت سناء، مرحبا بك. الله يبارك فيك مريم، عليك وعلى الطاقم ديال الأصوات كامل. شكرا، ودي كامل خرجت لك من القلب. مرحبا بك دائما على راديو أصوات وكل شيء كيسلم عليك. شكرا أختي سناء. بغيت نقدم وصفة ديال الطون. إيه غادي ناخدو مثلا كيلو ديال كبايلة، اها، نغسلوه مزيان وناخدو برما. يا ريت نفورو داك الحوت. يا ريت نقصي من التلفزيون عندك وتهضري معانا، ولا بعدي خرجي من البيت باش نسمعوك مزيان اخت مريم. نقصه منه. يلا اذا قلتي كيلو ديال الكبايله. غادي ناخدو كبايله، غادي نفورو، غنحيدو من هذيك القشره ديالها. ايه ونفوروها، ومنذا تفور مزيان حتى تطيب مزيان نحيدوها. نعم، ونحيدو هذيك من الطيب، نحيدو هذاك الشوك ديالها، يعني حتى صافي ما بقاش فيها الشوك كاع، ونديروها في المقله ونفتو داك الحوت. نفتوه مزيان ونديرو في المقله ونديرو عليه الزيت مليحه وشويه الكمون والمقادير اللي جات السيده ديرها كديرها. صافي بغينا نديرو ليه مطيشة، كنديرو ليه مطيشة ونقليو داكشي مزيان. بغينا نخليوه بالزيت، كنخليوه غير بالزيت وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة والراحة. فهذه إذن وصفة للحصول على طن بحال المعلب، ولكن غادي تصوبيه على يديك في الدار، غير ممتاز، غتجي رائعة. وشكرا لكم بزاف. شكرا على واجب أصوات ديما منورة، الله يخليكم ديما منورين. آمين يا رب العالمين.